وساعات يمضيها معظمنا كل يوم ورأسنا منحني إلى الأمام للعمل على الكمبيوتر أو في قراءة الرسائل على الآيباد. بالضبط، افضحني بزيادة يا محمد. أو الهاتف المحمول، تبغى تشيل الهاتف المحمول؟ لا، خليله لك برضه. طيب، ونمضي في الليل ونتخذ وضعيات نوم غير صحية، وقد نختار الوسادة والفراش الخاطئين. طبعا كل هذا الضغط والإهمال في الحياة العصرية جعل ظهور مشاكل الرقبة من أكثر المشاكل شيوعا بين الناس. لنتحدث عن هذه المشكلة وبعض النصائح لتفاديها أو تخفيفها على الأقل، ينضم إلينا من الرياض الدكتور محمود شاهين، استشاري جراحة العظام من مستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا فيك في صباح العربية. طبعا دكتور، يعني كل هذا اللي ذكرناه لابد منه إما في العمل أو في الاستراحة حتى والخلود إلى النوم، ولكن يبدو الكثرة والاستخدام الخاطئ هو ما يؤدي إلى آلام الرقبة. كيف نستخدمه بشكل خاطئ قبل أن ننصح؟ دكتور؟ أنا الصوت ما سمعته. طيب خلينا أعيد، منقول أنه هذه الوسائل لابد منها في الحياة، يعني استخدام الأجهزة الحاسوب، طريقة الجلوس على المكتب، طريقة النوم الخاطئ. كيف نعرف الاستخدام الخاطئ لهذه التقنيات؟ طيب صباح الخير. بالنسبة لآلام الرقبة، حقيقة الجميع معرض لآلام الرقبة في عدة مرات، في قد تكون يعني على مدار العمر، ولكن زي ما تفضلت بالنسبة للوقاية منها هي أو المسببات لها هي عملية ثني الرقبة إلى الأمام أكثر شيء، أو إلى اليمين أو لليسار، على حسب مثلا خلال مراحل النوم ممكن يكون المخدة صغيرة أو مخدة كبيرة، كلاهما حقيقة ممكن يؤدي إلى الألم. نعم. فمفروض أنه مثلا خلال مرحلة النوم، إذا نتكلم على النوم، أنه تكون دائما الرقبة بزاوية قائمة ومرتاحة في هذه المرحلة. أما من ناحية العمل، فدائما ثني الرقبة إلى الأمام بيعطي تشنج للعضلات الخلفية للرقبة. هذا إذا كان الشيء يعني لحظي، ولكن على المدى الاستمرار بالممارسة الخاطئة بيؤدي إلى ضغط على الفقرات، فقرات العظمية اللي في الرقبة، وبالإضافة برضو ضغط على الديسكات اللي هي بين الفقرات هذه. دكتور محمود، فبيؤدي إلى الاحتكاكات في المستقبل. طيب دكتور محمود، قديش بتأثر نوعية الوسادة اللي بينام عليها الإنسان في شعوره بآلام الرقبة؟ طبعا الوسادة أكيد بتأثر بنسبة كبيرة، لأنه عدد ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات، فلما تكون وضعية خاطئة من 6 إلى 8 ساعات بيكون تشنج كبير بالرقبة، ودائما بيكون أو بعضلات الرقبة بيصحى المتأثر منها بآلام، تشنجات في الرقبة، بصداع بالرأس، لو ما عدلوا ممكن يستمر معه ويعمل له اضطراب في حياته اليومية. طيب دكتور، يعني بالتالي بدنا نعرف هذا النوم الخاطئ والنوم الصحيح. ذكرت أنت مسألة الرقبة ووضعيتها كيف تكون، إذا بتعطينا يعني النصائح وتفصيل أكثر للنوم الصحي كي نتفادى ألام الرقبة. طبعا هو أفضل طريقة النوم اللي هي على الجنب، والوسادة تكون تحت إلى الكتف، على أساس الرقبة كلها تكون مرتاحة. أيوة. وتكون بزاوية 90 درجة. بزاوية 90 درجة يعني لا تكون وسادة أو مخدة صغيرة أو كبيرة، لأنه الكبيرة بتشد، يعني كلاهما بيعمل ضغط على إن كانت عالية على اليمين أو على اليسار بيدي ضغط على العضلة. فهي تكون لأسفل الكتف ومرتاحة 90 درجة، ويختلف النوعيات على حسب كل شخص إيش بيرتاح عليه. طب دكتور محمود، أحيانا كثيرة غير الآلام اللي بيشعر فيها الإنسان في الرقبة، كمان ممكن بتجيله يعني حالات اللي هو دائما بتصير عنده زي ترقعة في الرقبة.
هل في أي تفسير لهذا الشيء؟ هل بيكون علامة على شيء معين؟ بعض الأحيان هذه الأصوات عادة طبيعية من بعض الناس خصوصا صغار في السن، لكن مع تقدم العمر ممكن تكون نتيجة احتكاكات بسيطة، نتيجة الاستعمال أو عدم راحة الرقبة على مدار سنوات العمر، فهي شيء لحظي إذا عولج في مرحلته، ولكن لا سمح الله ممكن يتطور في المستقبل ويكون شيء مزمن ويؤدي زي ما تفضلت إلى الاحتكاكات اللي هي بالتالي بتطلع بعض الأصوات نتيجة الإجهاد العظمي بعد إجهاد العضلي، الإجهاد العظمي وإجهاد الفقرات أو الديسكات اللي بين الفقرات العظمية بتفقد المادة السائلة اللي فيها فبتصير جافة، فتقريبا بيكون العظم بيحتك على العظام بتحتك مع بعض وبتؤدي إلى الأصوات اللي ممكن بعض الأحيان تكون مؤلمة أو مزعجة. طب دكتور، يعني هذا عصر الكمبيوترات والآيباد وكل الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي لابد من استخدامها، كيف نتفادى ألام الرقبة بحال أنه مضطرين إلى الجلوس أوقات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر؟ زي ما تفضلت العصر عصر الكمبيوتر، ولكن الجلوس دائما في الجلوس الصحيح اللي هو دائما تكون الرقبة بزاوية قائمة، يعني ما يعني حاولي التوازن يكون بين العظم وبين العضلات موزون، يعني دائما في الكتابة أو في القراءة أو في الكمبيوتر أو في الآيباد زي ما تفضلت يكون في بينه مثلا بينه وبين الآيباد تقريبا من 30 إلى 40 سنتي بعيد عنه، يعني يحافظ قدر الإمكان أنه يكون تكون الرقبة مستقيمة. واحد إذا كان عنده أي مشاكل في النظر بتضغط عليه أو بتجبره أنه ينزل الرقبة يحاول يعالجها على أساس أنه ما تأثر عليه مستقبلا لا سمح الله. طيب دكتور، خلينا نبتدي نتكلم يعني شوية في الحلول لهذه المشاكل، هل مثلا التدليك أو المساج حل لآلام الرقبة؟ الحل الأول يبدأ بتجنب المسببات، إن كانت في النوم الخاطئ أو بالكمبيوتر يعني عدد ساعات العمل الطويلة بطريقة غير صحيحة. هذا واحد. بالنسبة للمساج أو بالأشياء هذه من شخص إلى آخر، بعض الناس بترتاح لها بعض الناس ما بترتاح لها، بيعتمد من شخص إلى آخر بتفرق النتائج، لكن الأصل هو تجنب المسببات، ممكن يعني يلغي له الألم إن شاء الله أو يروح الألم بدون أي علاج. طيب الدكتور محمود شاهين استشاري جراحة العظام من مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، نشكرك.